مالي ماشي تسعود وتقريبا ونص هكاك نهار الاربعاء نهار الاربعاء بالليل اتكلم معنا وقال لي وبرني غادي الناس شويه نتسالح ونجي نشوف كبا في الصباح. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، ان شاء الله القاكم في هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه باذن الله. الى حدود هذا الساعه اخواني اخواتي تم الالقاء القبض على 10 اشخاص من بينهم 4 اشخاص من مروجي المخدرات بناء على المعلومات اللي تم الادلاء بها الريفي البزناز والمسمى مروان اللي هو الابن ديال الريفي الاب المعتقل بالسجن واللي محكوم بعشر سنوات اللي هو المتهم الرئيسي بصفية هشام الشرطي بدائرة حي الرحمة بالبيضاء. معلومات واللي جعلات عناصر الدرك القضائي الدرك الملكي بسرية برشيد مساء اليوم تحت اشراف قائد السرية والمساعد ديالو الاول في ايقاف بارون المخدرات بعد ما كان كيشكل موضوع مذكرات وطنية لدى مراكز الدرك الملكي والامن الوطني بجهة الدار البيضاء ستات للشبه به بترويج المخدرات ومساعدة الريفي بتصفية هشام باستعمال الكلاب المدربة. واوضحت مصادر من منطقة الدروة نواحي برشيد أن عناصر المركز القضائي وضعوا كمينا على مستوى دوار جطيوة مكنهم من الإطاحة بالملقب الرومبو اللي كيشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني لدى كل من درك برشيد والدروة وحد سوالم فضلا عن مذكرات بحث أخرى لدى الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء. إخواني أخواتي وكشفت المصادر بأن إيقاف المشتبه به والمسمى الرومبو من حيازة المسدس ديال الشرطي هشام جاء بعد كمين ومطاردة سيارة كانت يعني تقل يعني بعض الأصدقاء ديالو على متن ديك السيارة ومسمات كات كات من قبل عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي بسرية برشيد حيث جرى حجز السيارة وتفتيشها احترازيا قبل ما يكتشفوا إخواني أخواتي المسدس ديال هشام الله يرحمه واللي تم اقتياده نحو المركز القضائي الدرك الملكي من أجل الاستماع إليه تمهيديا قبل مواجهتي بكل من الريفي الابن والمسمى مروان وكذلك المتهمين الأربعة اللي هما شقيقين وكذلك الطليقة فيما تم حجز سيارة كما ذكرت نحو المحجز البلدي. إخواني أخواتي ففي ظل هذه الجريمة البشعة وهذه المستجدات الجديدة واللي دائما كنتفاجئوا بمتهمين جدد واللي عندهم علاقة بالمخدرات بالرغم من اكتشاف بعض المعطيات اللي أكدت أن هشام البوليسي الله يرحمه اللي كانت عنده علاقة مع طليقة الأب مروان وليس الزوجة ديالو على أساس هناك انتقام من هاد هشام لأنهم كانوا يعني على علاقة غرامية وهذا الشيء اللي خلى الأب أنه يعطي تعليمات ديالو من داخل السجن من أجل تصفية هاد هشام خصوصا وأنه كان كيمنع يعني مرور بعض الشحنات ديال الممنوعات عبر المحور الطرقي حي الرحمة دار البيضاء حد سوالم يعني من ديك الطريق اللي كان دائما كيمنع مرور هاد الشحنات. فصراحة إخواني أخوتي فالأم والزوجة هشام يعني الشرطي الله يرحمه اللي تم تصفية ديالو بديك الطريقة البشعة اللي خلقت ضجة على الصعيد الوطني فالأم اللي تشوات في ولدها وكذلك الزوجة تشوات في واحد الراجل اللي كانت كتبغيه وتاقت فيه وفي الأخير كتكتشف الخيانة ديالو بديك الطريقة مع من مع واحد الطليقة ديال الأب اللي هو الريفي اللي مسجون لحد الآن ولا التعليمات ديالو من داخل السجن لهذا الابن المسمى مروان بيصفوها ليه خصوصا وأن هشام الشرطي المرور اللي كان دائما كيحبس أو لما كيمنع مرور بعض الشحنات ديال المخدرات وهادشي اللي خلاهم انهم يصفوا له ديك الطريقه ديالو. عاد الاطفال بالامس كانوا كيصبروا نفوسهم كون الاب ديالهم شهيد انه كانوا كيقولوا الاب شهيد وفرحوا على اساس انه مات شهيد في سبيل الوطن ورغم الالم والحزن فهم كيشعروا بالاعتزاز والفخر وفي الاخير انهم كيتصدموا
ان هاد الاب ديالهم كان كيجري وراء واحد المراه اخرى غير الام ديالهم. فصراحه حسن سوء الخاتمه صراحه هذا الشيء اللي وقع. فلا يغفر ليه يعني ويصبر عائلته في هذا المصاب الجلل. هذه الاسره صراحه دمرت بالوفاه والطريقه الوحشيه اللي توفى بها السند والمعيل الوحيد يعني لهذه العائله. فالام صراحه اللي كانت كتظن ان الابن ديالها ما تشاهد اليوم يعني ربما وصلوا لها الخبر ان الابن ديالها يعني كان مع واحد العلاقه مع واحد الطليقه، ولكن الام ما غتثقش بهذا الكلام لان هي عارفه الابن شنو كيسوى. فلو انه كان يعني انسان كيتبع الفتيات والنساء ما غيتزوجش. هذا هو الواقع. حتى الرساله اللي كانت وجهاتها يعني الزوجه ديالها في واحد التصريح واللي قالت انه ملي خرج للعمل قال لها وجدي العشاء والعشاء انني غنتعشى معكم انا ووليداتي. فهنا فين غتفاجئ يعني بالاختفاء ديالو، وهنا فين وقعت هذه الواقعه بعد ما بلغت السلطات الامنيه المحققه اللي كيخدم فيها يعني وتم اكتشاف الجثه الغد ليه. فصراحه هذا الشيء اللي وقع ما بغيناش يوقع لاي واحد يعني يموت بهذه الطريقه، خصوصا واحد رجل الامن لانهم جرؤوا باش يقوموا بهذا العمل الشنيع. واللي يعرف يعني واحد القضيه، هذه القضيه صراحه عرفت قضيه واحد الضجه يعني على الصعيد الوطني، كذلك حتى بعض القنوات الدوليه يعني بالخارج يعني نشروا هذا الخبر، لانه صراحه كيكشف عن مدى خطوره هذا العصابه الخطيره اللي فيها انتقام رشاوي بزاف المسائل. خصوصا اننا سمعنا ديك مذكره بحث وطني 59 مذكره بحث وطني، كيف يعقل هذا البزنس الريفي اللي تضعت في حقه 59 مذكره بحث وطني، وان الساكنه ديال مديونه كما ذكرت في الفيديو السابق عارفين احق المعرفه هذا المروان او هذا الريفي انه كيتاجر وعارفينه. وحتى يعني هذاك المقدم ديال الحي وديك المنطقه عارف يعني الانشطه اللي كيقوم بها هاد بارونات مخدر، ولكن كيخافوا على حياتهم من الانتقام. وهذا الشيء اللي خلى يعني هاد الشرطي هشام يعني يكون ضحيه ويدفع الثمن ديال هاد العصابه. صراحه اخواني اخواتي كنتمنى في حدود هاد الساعه انكم تكونوا بخير وعلى خير في انتظار ما هو جديد. فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالبرتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.